خلفاء بني عثمان، هذول ناس أتراك من التتر والمغول، إيش سوى أمير المؤمنين بالسيف؟ السيف سوى أمير المؤمنين بأي دليل؟ الرجال جاي من وراء جبال الصين، تتر مغولي يذبح المسلمين عند مجالس الرقص والفسق والخمر. عجيب. إلى الآن يكتبون أسمائهم أمير المؤمنين السلطان سليمان القانوني. سليمان القانوني الله نصبه، الله اختاره. أمير المؤمنين المتوكل العباسي، المتوكل العباسي الله نصبه، الله اختاره. لا، رجال خمار سفاك. شيء طبيعي إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هذا الإنسان يأخذ الطغيان لمن يشوف نفسه قاعد على كرسي وكل الناس تحت إيده، كل ما يأمر يطبق. هذا الذي دخل على الخليفة العباس الظالم قال له ما شئت، لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد الجبار. كان يألهون الملوك، اللي أنت تقول مو الله يقول، أنت الواحد الجبار. ولكن الذي يدعو إلى الله، نفس الوقت الإمام موسى بن جعفر كان في السجن معذب في قعر السجون وفي حال السجود، هذا الإمام هذا الأسوة يقول ربي إني أسألك الراحة عند الموت. هذاك يقول ما شئت لا ما شاءت الأقدار، هذا يقول اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. من الصحيح؟ خلي عقلك